الصعوبه من البدايه اصلا ان النادي الاهلي خايف بطوله كبيره زي دي تضيع منه، فبالتالي كان النادي الاهلي كان كل همه ان هو ينزل الماتش ضاغط بحيث ان هو نجيب جول في الاول، وده يمكن اللي حصل. يمكن كمان قبل الجول يا كابتن هاني، او اعتقد في نفس الهجمه حسين الشحات، حسين الشحات، وبعد كده اتعملت كورنر واتعملت ومعموله بخطه جيب مظبوطه. جيب جول بالظبط، لان مستر موسيماني اكيد عنده خطه معموله. انا تعليمات. متاكد ان اللعيبه تعليمات ان اللعيبه كلها بتتدرب على يسيبوا مساحه لبعض عشان بحيث ان هم يبقوا مع بعض، وفجاه كل واحد يبقى في مكان. اعتقد ان الكره بتيجي في المكان دوت لاي واحد، وبالتالي نادي الزمالك او حضرتك كابتن عارف الحته دي كلها، او الكباتن اللي موجوده، ان انت في اي كوره او هجمه بتتعمل، يعني مثلا خطه جديده مثلا في الكورنر، نادي الزمالك مش متعود النادي الاهلي بيعمل ده، فلما يلاقي ده اكيد اللعيبه بترتبك شويه بتوع نادي الزمالك. وما كانش فيه بدليل ان ما كانش فيه رقابه كويسه جدا. يمكن كمان يا كابتن مصطفى محمد يمكن هو اللي كان واقف على العرض القريبه، وفجاه لما اتعملت الكروس كويس من علي معلول، واللعيبه كلها كل واحد راح في مكان البوزيشن بتاعه، والسوليه جاب الهدف. فاعتقد ان النادي الاهلي كان همه ان هو يجيب الجول في الاول. طبيعي ان انا كان نفسي ان اللعيبه كمان كانت تشد اكتر وتجيب الهدف الثاني، لان طبعا انت حضرتك بتلعب مع لعيبه خبرات كبيره جدا، واكيد عندهم رد فعل كويس في الملعب، وده اللي حصل بعديها بشويه. النادي الاهلي تراجع شويه، نادي الزمالك اكيد ليه رد فعل، ابتدى هو يهاجم، تعادله. طبيعي ان احنا قلينا شويه او تركيز قل شويه، ولكن اللعيبه الحمد لله عندنا برده خبرات كويسه جدا، وعارفين ان الماتش مش هينتهي غير في اخر ثانيه. يمكن اللعيبه ما كانتش عايزه توصل الاكسترا تايم، واللعيبه كان عندها امل ويقين ان هم قبل الاكسترا تايم كانوا هيجيبوا جول. يمكن في لقطات بتبان يا كابتن احنا بنحس بيها، يمكن في لقطه لايمن اشرف هو بيتكلم قبل جول قفشه على طول، هنجيب يا رجاله، يعني هو عنده امل. ايوه، ان كلامه هو لياسر يا كابتن.